مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده على قناتكم، قناه مدونات علوم وتقنيات. اخواني الكرام، في هذه الحلقه ان شاء الله ساعطيك حيله او طريقه تمكنك من جعل فلاش اي اس بي الخاصه بك محميه من الكتابه. ما معنى محميه من الكتابه؟ كما نعلم يعني الذاكره الاي اس بي هي الذاكره ار دبليو في، يعني ار ريد، و دبليو في هي وير رايت، يعني للقراءه والكتابه. للقراءه انك تستطيع تصفح الذاكره، والكتابه انك تستطيع اضافه ملفات وكذلك حذفها. اوكي، انا اريد ان اجعل الفلاشة الخاصة بي، يعني اضيف لها ملفات ثم اجعلها فقط للقراءة فقط، بمعنى لا تستطيع حذف المحتوى الخاص بها. لماذا هذه الطريقة جيدة؟ ساعطيك مثال. نفرض ان لديك ملفات مهمة على الفلاشة الخاصة بك، وتريد ان تقوم بوضع هذه الفلاشة في حاسوب اخر تظن ان عليه فيروسات. نعلم ان الفيروسات دورها، وخاصة الفيروسات التي تستهدف الاي اس بي، تقوم ب حذف الملفات الخاصة بالاي اس بي، تقوم بتشفيرها، تقوم بجعلها اختصارات. نعلم يعني هناك الكثير من المشاكل. انا مثلا لدي هذا الفلاشة، اريد ان اضيف ملفات الى الحاسوب الاخر، ولا اريد تلك الفيروسات ان تقوم بحذف ما موجود في الفلاشة، لذلك استعمل هذه الطريقة. وايضا الطريقة التي ساريها لكم في بعض الحالات، ولا اقول دائما، ان هناك بعض لديه مشكل في الفلاشة الخاصة به انها تصبح للقراءة فقط، وهذا بسبب فيروس يقوم بالعبث بالروم الخاص به، يعني بالسوفت وير الخاص بالاي اس بي، يجعله فقط القراءة. تريد فرمطته؟ لا يقوم. تريد إضافة ملفات؟ لا يقوم بذلك، فقط تستطيع القراءة. يعني هذا المشكل يمكننا أيضا حله بالطريقة التي سنراها في هذه الحلقة. سنرى يعني الطريقة حتى تفهم كل شيء. أول شيء إخواني الكرام، سنرى يعني الفلاشة الخاصة بنا، سنضيفها حتى نثبت لكم أن الطريقة تعمل، وهي ليست بطريقة جديدة حتى أكون يعني صريح. هذه هي الفلاشة أضفتها الآن. انظر، الفلاشة الخاصة بي فيها ملفات أستطيع تصفحها عادي، يعني أستطيع الدخول إلى الملفات عادي، أستطيع إضافة ملفات أخرى، أستطيع النسخ، يعني كل شيء سهل. انظروا، أقوم بحذفها عادي، الدليت هكذا. أوكي، الفلاشة الآن لدي للقراءة والكتابة. أنا الآن أريد أرجعها فقط للقراءة، لا أريد أن يتم عبث بها أو دخول فيروس أو شيء من القبيل. ماذا نفعل؟ ندخل إلى موجة الأوامر CMD هكذا كما ترون، نضغط على بحث ثم نكتب CMD، نقوم بالدخول إليه على أساس مسؤول Run as Administrator. أوكي، الآن إخواني الكرام سأقدم لكم هذه الأوامر، سجلوها في التدوين الخاصة بهذا الفيديو. النصيحة التي أقولها لك، أولا هذه الأوامر لا أنصحك يعني بجعلها هكذا في ملف ثم استخدامها، أنصحك بحفظها حتى في حالة ربما يكون الاي اس بي الخاص بك محمي من الكتابة وتحتاج إلى فتحه، وتكون في حاسوب آخر ربما لن تتذكر يعني الطريقة كيف تفتحها، لذلك أنصحك بحفظها. أول شيء ندخل إلى المود الخاص بالديسك بارت فقط بكتابة هذا الأمر الأول. أوكي، الآن دخلنا إلى المود. الآن نريد الليست الخاصة بالأقراص الموجودة في الحاسوب، نضغط عليها تظهر لنا 2 0 و 1. الأول هو الهارد الخاص بحاسوبي، الآن ورقم 1 هو الفلاشة الخاصة بي. أوكي، الآن ندخل إلى select disk 1 لأننا نستهدف الفلاشة وليس القرص الصلب. إخواني الكرام هكذا تم الدخول الآن إلى المود الخاص بالديسك 1 وهو الفلاشة. إخواني الكرام، هذا الأمر الذي سأضيفه لكم هو أمر مهم فقط ليعطيك المعلومات حول الفلاشة إن كانت محمية أم لا. نضغط عليها. الأمر الذي نحتاجه أو يعني ما نحتاجه هو read only، يعني هنا يقول لك هل الفلاشة الخاصة بك هي للريد اونلي للقراءة فقط وليس للكتابة. هنا يكتب لك نو، يعني هي للقراءة والكتابة. النو هذه أريد أن أرجعها يس. أوكي، ماذا نفعل؟ نضغط على أو نقوم بنسخ هذا الأمر، وهو الذي يجعل الفلاشة للقراءة فقط وليس للكتابة، لا نضيف أي شيء فيها. أوكي، الآن قمنا بإضافتها، والآن قال لي أن العملية تمت بنجاح. كيف نعرف أنه العملية نجحت؟ نقوم بإضافة إعادة كتابة هذا الأمر الذي يقدم لنا معلومات. أوكي، نضغط، انظر الآن read only yes، يعني هو للقراءة فقط وليس للكتابة. أوكي، سنقوم بمثال عملي الآن، أو ليس عملي، سندخل إلى الفلاشة ونرى إن نستطيع التعديل عليها، إن استطعنا يعني عمل بعض الإعدادات عليها. هذه الفلاشة أريد أن أضيف مثلا الملف، لن تظهر لي حتى استطاعتي إضافة ملف. أريد حذف هذا الملف بيمين الفأرة، لن تظهر لك حتى خاصية الدليت. سأقوم بحذفه عبر زر من أزرار لوحة المفاتيح الخاصة بالدليت، لا تعمل. يعني أستطيع القراءة فقط، أستطيع القراءة هكذا، أستطيع النسخ مثلا الملفات. أفرض أن هذا الحاسوب مصاب بفيروس،
لم تدخل إليك الفيروس، لكن أنت تستطيع وضع الملفات هكذا، انظروا عادي، يعني هذا هو. نفرض أنني أريد إضافة ملف إلى الفلاشر، لن تستطيع. أوكي، انظروا، تضع روم بليس، انظروا هنا ماذا يكتب، the disk is right protected. سأقوم الآن بتجربة فرمطة الفلاشر، يعني محمي من كل شيء. سأقوم بعملية فرمطة، هذه هي فورمات، ثم أضغط على start، ثم أضغط على OK. انظروا، لا يقوم بعمل فرمطة، the disk is right protected. وهذا هو المشكلة التي تحدثت فيه في أول الحلقة، وأن هناك بعض الفلاشات التي يصيبها فيروس، هذا الفيروس يقوم بتشغيل هذا الأمر، يعني يرجع لك الفلاشة للقراءة فقط، لا تستطيع فرمطة ولا تستطيع الكتابة فيها، فقط تستطيع أن تدخل إلى الملفات ولا تستطيع إضافة شيء أو فرمطة أو شيء متقابل. في الغالب سنضيف أمر آخر يقوم بحل هذا المشكل، لكن هذا الأمر ليس لحل المشكل بل لإرجاعها read and write، يعني للكتابة والقراءة. كيف أرجع الفلاشة إلى وضعها الافتراضي؟ الطريقة سهلة، الطريقة إخواني الكرام فقط بإضافة هذا الأمر. لكن هذا الأمر متى تضيفه يا أخي كريم؟ لا أقصد متى تضيفه، فقط أنك لن تضيفه وحده. في حالة كنت دخلت إلى المود ديسك بارت، يعني هذه الخطوات التي وضعناها، الخطوات الثلاثة الأولى هذه، تستطيع مباشرة إضافته، لأننا في المثال هذا دخلنا إلى ديسك بارت الخاص بالفلاشة، فقط نضغط عليها ثم نضغط على Enter. أنت إن قمت بغلق هذه الواجهة الخاصة بالCMD، فيجب عليك أولا الدخول إلى Disk Part، ثم List Disk، ثم تختار Select Disk 1، بعدها تكتب هذا الأمر. أظن يعني الفكرة واضحة. أوكي، الآن سنرى المعلومات إن كان تم فتحها أو لا. انظروا هنا Yes، انظروا الآن رجع إلى الوضع الافتراضي وهي النو. نقوم الآن بالدخول إلى الفلاشة، نقوم بإضافة ملف، انظروا ظهرت لنا إضافة ملف، حذف الملف، حذف الملف، وتستطيع حتى فرمطته، أنا لا أريد أن أفرمطه، يعني قمت بحرق ويندوز عليه. أوكي، تستطيع العمل عليه مباشرة. إخواني الكرام، كانت هذه حلقتنا، فقط أرجو أن تنال هذه الحلقة إفادتكم. طبعا الحلقة مفيدة بالأخص من أجل حماية الملفات الخاصة بك على الفلاشة، من أجل نقل ملفات مهمة مثلا على حاسوب فيه فيروسات، تريد مثلا إضافة برنامج حماية في ذاك الحاسوب، وذاك الحاسوب لو أنه فيه فيروس عند إدخال الفلاشة ستجد أن المعلومات الخاصة بالفلاشة ذهبت. لهذا هذه الطريقة ستقوم بحلك هذا المشكل. إن نالت هذه الحلقة إفادتك أخي الكريم، مشاركتها مع أصدقائك، واترك لنا تعليق محفز، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.